السلامة، مرحبا بكم. اليوم جبت لكم وصفة جديدة اللي هي مقروض بالتمر المقلي. المرة اللي فاتت هبطت لكم وصفة فيها مقروضة تمر في الفور، المرة هذه جبت لكم وصفة تقليدية بخطوات بسيطة على الاخر وسهلة. ما نطولش عليكم، خلينا نشوفوا كيفاش باش نعملوها. المكونات اللي باش نبداو بيهم، اول حاجة عنا 3 كيلات سميد متوسط. السميد جبته من تونس، استعملت السميد المتوسط اللي هو بتاع الوردة البيضاء، عجبني على الاخر. ما ننصحكمش بالسميد الارطب على خاطر تعجن وجربتها ما طلعتليش باهية. استعملوا السميد المتوسط 3 كيلات، عليهم كيلة فارينة وكيلة زيت زيتونة، شطر زيت زيتونة وشطر زيت نباتي كما تحبوا. شوية جلجلان تقريبا 50 غرام، باش نفوح بالقرفة وشوش ورد وشوية قشور لي مرحي التمر. استعملت 1.5 كيلو تمر معجون. كيف كيف 50 غرام جلجلان التمر، حاجة اختيارية كان تحبو. والماء اللي باش نعجن بيه استعملت عود قرفة وشوية بسباس، يعني حفنة طايد، شوية عود قرنفل وقشور ليم شاية. هذوما باش نغليهم في الماء مع اللي باش نعجن بيه. بالطبيعة الزيت لازم يكون حامي باش نعجنوا كل شيء بالحامي، بالماء اللي يغلي والزيت الحامي وشويه الماء هذيا اللي باش نغليوها. ماء تقريبا 1.5 لتر اترتين حطيت، نجم تستعملوها الكل تنجم ليه على حسب شنو قداش الكونتيتي عندكم. حطيت فيها البسباس، قشور الليب، الشايح، العود القرنف، عود القرفه وكيف كيف عود القرنفل، باش نغليوهم بالقدا بالقدا باش تعطي المطعم البنين بتاع الفاح. ما ننصحكمش تحطوهم لفاح في وسط الخليط على خاطر ما يبداش بنين كيما تغليوه. ولهنا صفيت الخليط، جوست خليت الماء كهو باش نعجن بيه. بالطبيعه كيما قلت لكم الماء يغلي على الاخر سخون باش تعجنوا بيه السميد، والزيت كيف كيف زادة زيت سخون بالكدا. زيت غليته او حميته على النار حتى سخون بالكدا باش نعجن بيه. لما حال العجنة تكون سخونة على الاخر، ولكن حاولوا بحاجة مغرفة لوح ولا سباتول عجنوا بيها، مش بيديكم على خاطر كل شيء باش يكون سخون. هذا السميد 3 كيلات سميد، الصحفة نفسها اللي قصت بها كل شيء 3 كيلات سميد، عليهم كيلة فارينة سميد ارطب كما قلت لكم متوسط، سامحوني، كيلة فارينة صحفة فارينة، والزيت الحامي باش نخلطهم كل مع بعضهم بالكدا. ومن بعد باش نصب عليهم الزيت، هذا الزيت كما قلت لكم ردوا بالكم راهو حامي بالكدا كما تراو. باش نخلط بسباتول على خاطرو ياسر سخون، ردوا بالكم لا تحرقوا يديكم، ولكن اذا ما تعملوش سخون راهو يجيكم مقروض مفتفت ماهوش ملموم بالباهي وما يطلع لكمش تحفون. كما تراو نحرك بسباتول حتى يدخل الزيت في الخليط الكل، في السميد والفارينة بالكدا بالكدا. حاولوا بالقعر طلعوا باش يتشرب الزيت الكل، ومن بعد تنصب عليه بشوية بشوية الماء حتى لين نحسها تتلم وتولي عجينة متماسكة ما تبدأش تتفتفت. خليوها تشرب شوية وبعد أرجعوا صبوا عليها شوية ماء أخرى خاطر السميد يشرب ياسر ماء. ولهنا عنا التمر المعجون 1.5 كيلو كما قلت لكم. الكونتيتي هذه تستحق 1.5 كيلو تمر معجون. نجمو تستعملوا تمر العادي، ترحيوه وتفوروه شوية على الكسكاس وترحيوه، ومن بعد تستعملوه عادي، تفوحوه بشوية جلجلان إذا تحبوا، شوية شوش ورد كيف كيف اختياري، شوية قرفة باش نصب عليه شوية زيت باش يولي طري لهنا على خاطر شوية يبس عندي، شوية قشور ليم مرحية كيف كيف حطيت له. إذا جوت نفتفت في شوش الورد باليد خاطر منحبوش يكون كعب صحيح، باش نصب له شوية ماء دافي من الخليط اللي عملته للتمر، سامحوني للمقروض او العجينة المقروض. ولهنا صبيت شوية زيت زيتونة وباش نعجن الخليط متاعي. لهنا تعجن وباش نخليها على جنب ونبدأ في الخليط الاخر نعجنه. هذه عجينة السميد او خليط السميد والفارينة، لهنا بس بزيت بالكدا باش نصب عليه بشوية بشوية الماء
ماء سخون على الاخر، ردوا بالكم مرة اخرى لا تحرقوا يديكم، حاولوا خلطوا شوية بسباتول حتى لين يتشرب الماء، بعد يبرد شوية توليوا تعجنوه باليد، حاولوا دخلوا الماء في السميد والفريدة بالكدا بالكدا، وصبوا بشوية بشوية وشوفوا على خاطر السميد يشرب ياسر ماء، دونك يا اما صبوا بشوية بشوية باش ما يجيكمش بعد ياسر جاري او تراسلكم زيدوا في السميد مرة اخرى ولا الفارينة. دونك زيدوا بشوية بشوية الماء كما قاعدين نشوفوا نعجن بالكدا بالكدا، وبعد نزيد شوية ماء اذا حسيتوا مازال مفتفت وما تلمش. هنا جربته باش يطلع سخون ابارامون باش نرجع نعجنو بسباتول. ماشي الحال، قاعدة نعجن فيه بيدي كيما قلت لكم راه باش يطلع سخون. ردوا بالكم ياسر سخون الماء على خاطر بالطبيعة ماء مغلي، دونك سيسوا رواحكم بسباتول ولا خليوه يبرد شويه وبعد ارجعوا عجنوه. المهم عجنوه بالكدا بالكدا حتى تولي عجينه متماسكه كاينها عجينه فرينه عاديه. لهنا ظهري باش نحط شويه سكر فاني كيما ريتو حفنتين بريد في وسط الخليط جوست باش تعطي نكهه بنينه، اذا تحبوا اختياريه مش حاجه اوبليجي. حسيلو ناكد لكم اللي المقروض جاي ياسر بنين، ننصحكم جربوها الوصفه ماهيش خايبه حلوه. ولهنا عجنته بالكدا بالكدا بليد باش نخليه ترتاح تقريبا نص ساعه على العجينه، بعد نرجع نختمها. ديجا كيما تراو الضوء تبدل رجعت نختم فيها في الليل. عجنتها شويه متماسكه مريقله باش نحط على جنب، وباش نعمل باش نقسم العجينه نتاعي نتاع التمر على اربعه تقريبا، باش نعملها على اربع بودا باش نحضرهم وباش نحطهم على جنب باش تبدا لي اسهل الخدمه. كيما ريتو باش نحضر كيما هيك أربعة دي بودا باش نحطهم على جنب فوق بابي بلاستيك متاع كوجينا ألو فري. من بعد باش نكمل الخدمة باش نعمل كيف كيف، باش ناخو أربعة عجنات تقريبا باش نقسمهم على أربعة عجنات السميد عجينة السميد. حاولوا يكونوا قد قد باش متجيكمش واحدة كبيرة واحدة صغيرة، وباش نحلها في الوسط شوية وباش نحط في وسطها بودا متاع تمر، ونسكر الجنبات بالكدا بالكدا باش من بعد ما يخرج ليش التمر على الجنبات. كي تخرج العجينة شوية فارغة ميسالش نجمو نقصوها ونعاود ونعجنوها مع العجنة الجاية، ولكن كي يخرج التمر باش يفسدنا التمر. دونك نسكروها بالكدا. لهنا باش نقسم على اثنين خاطر باش تجيني ياسر كبيرة، كيف كيف باش نسكر الجنب هذاك بالباهي بالعجينة الفوقانية، وباش نحلها رولو متوسط تقريبا 3 سنتيمتر يعني كبر او انتيمتر متاع رولو ولا حتى اقل شوية 2.5 سنتيمتر على حسب انتوما قداش تحبوها. ومن بعد باش نطبعها بالقالب كيما تراو نحل فيها حليتها، وهذا عندي زوز انواع قوالب، واحد بلاستيك وواحد لوح. البلاستيك من بعد باش يظهر لي شويه كبير دونك باش نبدل باللوح. نجمو تقصو حتى من غير قالب جوست تستويها شويه بيديكم. هنا طبعا جات مزيانه ولكن شويه كبيره حسيتها بعد كيف قصيت. وجنبات كيما تراو باش نستويهم من بعد بالقالب اللي فيني جوست نعملهم هكا ضربات خفيف نطبعوها ننزلوا عليها بالباهي. مادام عنا العجينة مريقلة مش باش يخرج لكم التمر على برا كيما تراو، فما بزايد بات سميد يعني نضرب فيها ضربات خفيف باش نستويها بالفوق ما تجينيش معوجة كيما قاعدين تشوفوا. وباش نقصها اختاروا سكينة ماضية ولا اي حاجة ماضية عندكم قصوا بيها باش تبدلكم مستوية. كان حسيتوها بدات تلصق ولا حاجة نظفوا السكينة بالكدا، نغسلوها في شويه ماء سخون وامسحوها بالبابي باش ما تفسدلكمش الفورمه بتاع المقروض. هذه كل حاجه اختياريه كيما تحبوا نتوما. لهنا باش نحط المقروض اللي عملته في بلاتو باش نحضر يعني عجنتين ولا ثلاثه نحطهم في بلاتو ومن بعد نقليهم، اسهل لي من اني يعني العجنه اللي نحضرها نقليها
تدلي وقت أكثر. دونك نحضرهم الكل ومن بعد نقليهم فرد مرة للي بطبيعة يخدم وحده. هنا باش نعمل بالقالب اللوح كما ريتو القالب اللوح أصغر شوية الفورمة بتاعه. كيف كيف باش نقصوا بنفس الطريقة، تنجموا تقصوها بالطريقة اللي تحبوا عليها، تنجموا ما تستعملوش قالب بالكل إذا تحبوا، جوست تعملوها يعني على شكل بودا طويلة وبعدها تحط تنزل عليها شوية بيديكم، تفرموها شوية بيديكم وتقصوها بسكينة. هنا جوست قاعدة الفرن فيها شوية ونقصها شوية معوجة بتجيهك على شكل معين تقريبا تسمى هكاكة كان بديش خالطة. وهذه هي طريقة سهلة على الأخر. لهنا بعد ما نكمل باش نقليهم في زيت حامي، زيت نباتي بطبيعة مش زيت زيتونة، كما تراو شكل محلاه كما قلت لكم باش نقليوهم. لهنا عندي زيت نباتي حامي، مقلة كيف كيف غارقة، عبيتها بالكدي بزيت تقريبا إترا إترا نص زيت، حطيت فيها زيت نباتي مرة أخرى نقول لكم. زيت زيتونة يجيكم ياسر قوي ومش باهي زيت زيتونة يتقلى فيه، راه يولي مضر أكثر من اللي ينفع. لهنا باش نقليهم نحط بشوية بشوية بون، أني مسرعة شوية في الفيديو باش ما نطولش عليكم الفيديو، أما حاولوا بشوية بشوية باش الزيت متاعكم ما يبردش. تقليوهم وفي ساعة تقلبوهم على خاطر في ساعة يحمروا كي ياخذوا اللون الدوري، اقلبوهم عشيرة الأخرى ومن بعد طلعوهم. جوست حسوا خذوا لون دوري مزيان طلعوهم ومن بعد تحطوهم كي تحبوا ديركت في الشحور، وإلا تخليوا شوية مشحر وشوية مش مشحر على كيفكم. أني خليت شوية مشحر وشوية مش مشحر، نجموا تشحروا ديما شحور جديد وقت اللي حاشتكم باش تاكلوا كعبتين سخان، تشحروهم في وقتها على كيفكم كيما تحبوا نتوما. حاصلوا هذه هي وصفة المقروس، سهلة على الأخر وإن شاء الله تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. لهنا شحرت في شحور خفيف، الشحور سابق وعملت فيديو قبل بالتفاصيل الشحور وحده، تنحطهم لكم في الرابط تحت الفيديو باش تلقاو الشحور كيفاش عملته بالتفاصيل. شحور خفيف عادي يعني كاس سكر عليه كاس ناقص ماء وشوية قارص. حاسيلو الفيديو بالتفاصيل إذا تحبوا نحطه لكم تحت الفيديو هذايا. حاسيلو جوست شحرته غطسته شوية، ما خليتوش يتنفخ ياسر، ما نحبوش ياسر ثقيل بالعسل أو شحور. جوست غطسته شوية وطلعته باش ياخو جوست الكوش الفوقانية ونرش عليه ديريكت جلجلين باش يلصق فيه، غطسته فيه برد شوية ما عادش يلصق فيه جلجلين. جلجلان بطبيعة مقلي شوية، جوست قليته في مقلة شايحة من غير لزيت لحد شيء حتى يحمر وياخو اللون مزيان ومطعم متاعه يبدأ أقوى. ترش عليه شوية جلجلان وهذيك هي الوصفة. كما قلت لكم سهلة وبنينة، إن شاء الله تعجبكم وإن شاء الله تجربوها، ونقول لكم بسلامة.